السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمود ربيع. النهاردة هنتكلم على أفضل مغذي للخضروات للنباتات للأشجار. طبعا ده بيستخدموه المزارعين حاليا في مصر طبعا، وده من أفضل المغذيات اللي بتعمل بها الأشجار والخضروات على طول باستمرار، وكمان آمن على الخضروات يعني غير المبيدات. طبعا زي ما انتوا شايفين ده طبعا محلول الخميرة. لما نيجي نحط محلول الخميرة بنحط الكمية على يعني لما تخففها، لما تعمل محلول الخميرة بتخففها على 20 لتر، يعني كل علبة زي دي كده حط عليها 20 لتر من ده وتبدأ ان انت ترش بيها. اهم حاجة تخفف لما تعمل محلول الخميرة، تبدأ ان انت تكون مركز، لما تكون مركز تخففه بالماء وتبدأ ان انت ترش بيه طبعا جميع الخضروات وجميع النباتات. طبعا ده بيرش الأمن وتنفع بيفيد جدا الخضروات والنباتات. وطبعا ده تعمله كل 21 يوم، ويكون اهم حاجة ما تزودش محلول الخميرة لانه يكون قوي جدا على النباتات. طبعا يكون الافضل بالرش كده عشان الحشرات والحاجات اللي هي بتتلم طبعا، وتقدر انت ترش بيه جميع الاشجار كمان زي كده. طبعا محلول الخميرة بنجيب واحد محلول خميرة فورية وبنحطه على الكمية اللي احنا عايزينها او على حسب الكمية اللي موجودة، ودي بيستخدمها المزارعين كل شهر لكل الاشجار ولكل النباتات زي ما انتوا شايفين كده. طبعا كمان بالنسبة للاشجار المثمرة، وتبدأ ان انت ترش بيها مغذية جدا للنباتات والاشجار ومفيدة جدا فانت تعملها. طبعا محلول الخميرة بتروح تجيب محلول خميرة فورية وتجيب كمان على سكر او عسل، وتبدأ ان انت تخليها 3 ايام وبعد كده تحطها. ادعمنا بلايك وشير وشارك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.